السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشرح برنامج المجهز والزبون. نفتح البرنامج، المدير، باسورد 123، أنتر. هذه هي واجهة البرنامج. طبعا البرنامج مصمم حسب الطلب لمجمع النور. نجي المعلومات، هاي طبعا المعلومات تظهر بالتقارير. العملة، المجمع يشتغل بالدولار، بس هو كبرنامج يعمل بأي عملة. ترتيب العملة كالآتي: دولار، دولارين، دولارات، سنت. بهذا الترتيب تدخل عملتك أي عملة كانت، تعمل عليها على البرنامج. الحساب، أنا مدخل حسابين بالسرعة بهذا الترتيب: مجهز أو زبون. العنوان، طبعا العنوان إذا ما موجود بالمسجلة تقدر تضيفه بعدين، وإذا تحتاج نفس العنوان حساب ثاني نفس العنوان تختار من المسجلة. المواد، أنا مدخل مادتين: شاشة، عدد الوحدة مالتها، مجموعة شاشات، النوع الصيني، الأسعار مالتها، المخزن. طبعا إذا عندك رصيد أول الدخل الكمية يظهر لك الرصيد، القيمة مالته يعني المبلغ. هذا المربع، هذا بالنسبة لإدخال المواد بهذا الترتيب. نجي هنا طبعا تغيير اسم المستخدم، تغيير كلمة السر، هنا تغيير سعر الصرف. أنا خليته بنفس المكان، تضغط على السعر نقرتين يظهر لك هذا النموذج، تقدر تغير تنفيذ يتغير عندك السعر الصرف. طبعا تغيير اسم الاسم وتغيير كلمة السعر وتعديل سعر الصرف هذا إلا بإذن. طبعا نجي للصلاحيات، هاي هي الصلاحيات. تقدر أنت تضيف أي شخص ثاني يعمل معك، وتقدر تعطي صلاحيات محدودة مثلا فاتورة شراء أو بيع أو أي مادة من هاي المواد. طبعا راح نخرج ونرجع جديد. المدير، نجي على فاتورة الشراء. فاتورة الشراء بهذا الشكل. اختصارات، طبعا أني ضايف اختصار لإضافة حساب إذا ما كان موجود بالمسجلة للسرعة، وإضافة مادة جديدة هنا هاي الحاسبة مال الويندوز. هنا مدخل بيانات ووقت الادخال، وهنا عندك الرصيد مال الحساب اللي راح تختاره، هنا يظهر عندك. هنا بالنسبة هذا القلم هو للإضافة للحفظ، هنا هذا للبحث، هنا طباعة، هنا خروج، هنا تقدر تشوف الفواتير، هنا هذا اني هنا المصاريف ونسبة المصاريف. طبعا هاي هسه راح ان شاء الله نشرحها، ندخل فاتورة ونشرحها. هنا بالنسبة لرقم الحركة هو تلقائي رقم الفاتورة. انت راح تجيك بضاعة من المجهز، والمجهز يبعث لك قائمة ورقية بها رقم الفاتورة، الدخل هنا وتقدر تستفاد منه وترجع له في يوم إذا احتاجته. هسه ندخل فاتورة محمد علي مجهز. شاشة اشترينا معدة 100، وثلاجة اشترينا من عنده فد همي ثلاجة زينيني صارن ب 40,000 دولار.
هاي الفاتورة أنت صرفت عليها مصاريف، بهاي الفاتورة تريد تعرف أنت شلون راح تبيع هاي السلعة. أنا ضفت طبعا سعر البيع هنا والتكلفة، سعر التكلفة هو نفسه ومبلغ التكلفة. أنا هاي الفاتورة صرفت عليها مصاريف خاصة بهاي الفاتورة، وأريد أعرف إنه شلون أقدر أبيع هاي السلعة، أضيف المصاريف على السعر وأشوف ليش يصير عليه السلعة. أرحل الفاتورة وأجي هنا السندات، أختار هاي. إذا عندك مصاريف استيرادية، يعني مصاريف صرفتها على هاي الفاتورة وتريد تعرف إنه شلون راح تبيع بضاعتك، تظهر لك طبعا أختار مصاريف استيراد وتظهر لك هذا النموذج، أختار من عند رقم الفاتورة والمبلغ اللي أني صرفته على هذه، مثلا نفترض 5000 دولار، كتحميل، أجور نقل، أي شيء. أرحلها، أرجع، أجي لفاتورة الشراء، أختار فاتورة الشراء اللي دخلتها. إجا قال لي أنت هاي الفاتورة صرفت عليها مصاريف خاصة بهاي الفاتورة هي 5000 دولار، النسبة راح تتقسم هنا 12.50%. طبعا النسبة تتقسم على أساس السعر، هنا نجي نقسمها. هذه المفكرة أقول له أنقرها، راح يقسم لي 5000 على السعر. طبعا هنا أنا قال لي أنت أم 100 صارت ب 112.50، أم 300 صارت ب 337.50. أنت هنا السعر مدخل للبيع، هنا 150، هنا جيد جدا، هنا عندك هم ربح هم جيد 350 دولار. هاي الفكرة منعتها. وإذا أختار طبعا هسه المجهز، هنا طلع لي الرصيد مالته 40000 دولار يطلبنا. نخرج من فاتورة الشراء، نجي على فاتورة البيع. فاتورة البيع ما تختلف شيء عن فاتورة الشراء. نجي ندخل فاتورة بيع، نقول له دمام، نجي نختار عفوا نختار مادة ونقول له مثلا 10، زين 10 ب 1500 دولار البحجة. أرحلها وأجي أشتري، يشتري بهجة من عندي ذيج ذمم، هاي يشتريها نقدي. هنا راح تختلف، راح يجي المبلغ المفروض يجي بالمسدد نقد. اشترى ثلاجة 5، زين يعني اجي هنا بالنقدي مسدد نقدا 1750 دولار. طبعا هنا فاتورة النقدي ما تنضاف على الحساب، ما تنضاف على الحساب، نقول له ترحيل. بس يعني لو اختار الفاتورة يجي يقول لي الرصيد مال بهجة 1500 دولار، مطلبة حتى لو 1500 دولار، لأن هذه الفاتورة نقدا أصلا ما سجلت على حساب. نخرج، طب أروح التقارير، أشوف التقارير، هذا هو التقرير، أختار زبون اللي أشوفه لأن أنا سجلت له نقدي. إجا قال لي هاي نوع الدفع نقدي، شوف ما سجلت عليه، نطلبه بس 1500 دولار. طبعا إذا تريد تطبع
الكشف، هذا كشف عام. وإذا في تطبع تفصيلي طبعا يطلع لك بهاي الصورة، تقدر تعرف المواد، تقدر تعرف المواد زين. هني هاي الإجمالي معقول، يعني هي نقدي أصلا، نقدي أصلا. نرجع نجي على فاتورة مرتجع الشراء. مرتجع الشراء نفس الفاتورة، نجي حسب اتفاق مع المجهز، أني اشتريت منك مواد وطلع بيها تالف أو أي شيء كان، وأني أبدأ أرجع لك من عزم. أرجع مثلا 10 قطع، ال10 قطع ب1250 دولار، المفروض تنزل من 40، المفروض تنزل من 40. هسه إذا أريد أرجع على محمد، نزلت من عنده 1250 دولار، ظل يطلبنا 38750. هسه نروح الفاتورة المرتجعة، البيع زبون نفس الاتفاق، بهجت رجعنا 2 ب250 دولار، المفروض تنزل من 15. هسه إذا أريد أرجع البهجت، نزلت 250 دولار، كانت 1500، نزلت 250، بقت 1250 دولار. هاي بالنسبة فاتورة شراء وفاتورة بيع والمرتجع التابع له. هنا أنا سندات الصرف، أجي أني أصرف، لمن أصرف؟ أصرف لمحمد اللي اشتريت من عنده، يطلبني محمد 38، خليني أرحل 8750 على الحساب. طبعا هنا مبلغ بالدينار، احنا بالعراق مبلغ دينار. هنا اكو هواي ناس تجي السد العراقي ويحسبون، يعني هو المجمع يشتغل بالدولار وهو يسد العراقي، فأنت تكتب مبلغ الدينار هنا، هو رأسا تلقائيا يحوله إلى دولار، يحول دولار بموجب سعر الصرف. طيب أجي هنا أقبض، أقبض من بهجت، نقول 250 على الحساب. فأرحل، أجي للتقارير، كشف، بهجت، فاتورة بيع، بعمالة، اجى رجع لنا العفو، بعدين اشترى من عندنا فاتورة نقدي، وبعدين رجع لنا بضاعة 250، وبعدين قبضنا من عنده 250، فالمتبقى عليه 1000 دولار. إذا أريد أطبع التقرير، وهذا التفصيلي حسب المادة والأعداد. هاي بالنسبة الإدخالات. طبعا نجي هنا سندات الخصم، خصم مكتسب، أنا أعمل مع مجهز وعندي اتفاق وياه، إذا سويت، إذا أخذت مواد من عنده ب10000 دولار، راح يحسب لي خصم فد 2000 دولار. أني أعمل مع محمد، إجي أعطاني خصم 2000 من حساب اليمة، فأرحلة خصم مكتسب
دخلت خصم مسموح به، نفس الفكرة، أنت تتفق مع الزبون إذا أخذ منك مواد بكذا مبلغ تقدر أنت تعطي خصم، مثلا أعطيناه خصم 500 دولار. زين، يعني هسه إذا أريد أرجع مثلا للتقارير أشوف الزبون قال لي أنت سجلت له خصم 500، كان 1000 مطلبة بقى 500، وبالنسبة للمجهز نفس الحالة ظل يطلبنا 28,000 دولار. زين، نجي على التعديلات. طبعا هاي التعديلات تعديل سندات الصرف، اي سند صرف، احنا دخلنا بس سند صرف، تقدر ترجع لهنا من التفاصيل وتعدل عليه وتحفظه. هاي بالنسبة للتعديل. واذا كانت ادخالات كثيرة تقدر انت تدخل رقم السند ويظهر لك وتقدر تعدل عليه. سندات القبض نفس الفكرة، هاي نفس الفكرة، سندات الخصم مكتسب نفسها تقدر تعدل بها وتشوفها. المصاريف كذلك، احنا صرفنا 5,000 دولار استيرادية، طبعا تعديل الحساب، تدخل الاسم، تدخل الاسم اللي تريده تريد تغيره، الاسم القديم، وتدخل اسم جديد، راح يتغير بكل البرنامج، فواتير سندات بكل البرنامج يتغير. كذلك المادة، إذا حبيت أن تغير أي مادة عن اسمها، تدخل تختار القديم بعدين الجديد وتقول له تنفيذ، راح تتغير بكل البرنامج. الدمج، دمج تريد تدمج حسابين مثلا بحساب واحد، تختار الاسم وتختار الاسم اللي تريد الدمجه مع الاسم المراد دمجه هنا، وتقول له تنفيذ، راح يدمج لك الحساب. طبعا من يدمج الحساب ماكو رجعه، راح كل الحساب راح ينتقل للثاني، كل الحساب شنو المتعلق بالحساب الاول راح ينتقل للثاني، ونفس الفكره كمدمج مادتين. اذا تدمج مواد اثنين باسم واحد تقدر تدمج. هاي التعديلات. نرجع على التقارير. طبعا شرحنا الكشف، هاي هنا الاسماء الاشخاص اللي تتعامل معاهم كلهم تجي هنا وتقدر تطبعهم. زين، يعني وتقدر تروح التفاصيل مالتهم تشوفهم، وتقدر حتى منها تروح تاخذ تسوي كشف. طبعا تقارير كثيرة. هاي هنا ايش عندنا الزبون، هاي الفواتير النقدية، هاي فواتير نقدية تقدر تعدل عليها وتطبعها وتشوف. هاي المدفوعات حسب اسم المجهز، محمد علي دفعنا على احنا، ونقدر نرجع وكذلك نقدر نعدل ونشوف. المقبوضات نفس الفكرة، بهجت ونقدر نرجع السند ونشوفه ونعدل عليه.
الرصيد الإجمالي للزبائن دائما المدير، هاي الأرصدة، هاي هنا كلهم يعني مجهز أو زبون كله موجودين، وتقدر بنفس الحالة تقدر ترجع له تسوي له كشف والطبعة. هنا المدفوعات كلهن، كل المدفوعات هنا كمصاريف كلها هنا، وتقدر ترجع طبعا لأي شيء كان يظهر هنا تقدر ترجع له. المقبوضات نفس الفكرة هم تقدر ترجع لها. نجي هنا التقارير المالية، طبعا الصندوق تقدر أي فاتورة أي سند ترجع له وتشوف تفاصيله، والطباعة موجودة طبعا، كل التقارير طباعة موجودة. نجي على اليومية كذلك نفس الفكرة، كله يظهر باليومية هنا، وتقدر ترجع لأي سند تريده أو فاتورة. التقرير اليومي للصندوق، هاي كل تجي مجمل هنا يجي. تحليل، تحليل مبيعات طبعا حسب فقرات الفاتورة هنا، حسب وتقدر تطبعها، وحسب الزبون وحسب المادة وحسب التاريخ، المادة والزبون تقدر تطبعها. هنا أنا المشتريات نفس الفكرة، وتقدر أنت تختار من يا حساب مثل حساب رقم واحد إلى حساب كذا، من مادة إلى مادة، وتقدر تطبعها، ونفس فكرة المبيعات. نجي على تقرير المواد، أسماء المواد وتقدر تطبعها تطلع عليها، أسعار المواد تقدر ومنها تطلع على تفاصيلها. هاي كشف بالأرصدة الأولية للمواد، وهذا كرت المواد طبعا اسم المادة، وراح يجيب لك شلون انصرفت المادة بأي فاتورة، وتقدر ترجع لها منها وتشوف. نرجع على المصاريف، عندنا مصاريف 5000 دولار مصاريف استيرادية، نقدر نرجع لها ونشوفها، وحتى نقدر نعدل عليها. نخرج نجي على المركز المالي، طبعا المركز المالي يلخص كل عملك من شراء وبيع وخسارة وربح. احنا عندنا نعوف هذا كله تقدر انت تشوفه وتطلع عليه. هنا عندك النقدية، نطلب احنا يطلبوننا 48 واشترينا ب40 ومرتجع كذا وخصم مكتسب، وهنا نقدية العملاء والمبيعات ومرتجع المبيعات خصم مسبوق تكلفة المبيعات صافي المبيعات، ذن كل الفقرات. نجي هنا هو أهم فقرة، هي هاي الربح الإجمالي هو 2450 مصاريف 5000، معناها احنا هسه خسرانين، خسرانين بس خسارة مبدئية. يعني احنا المواد بعنا من عندها قسم قليل، يعني كناتج، كناتج طبيعي، كناتج طبيعي. هسه انا لو اريد اروح مثلا اشيل الاستيرادية هنا، اطلع هنا مثلا ارجع المصاريف واشيل الاستيرادية،
أقول له مثلا الاستيرادية صرفت عليها 1000 دولار، شوف راح يتغير الوضع. إجا قال لي أنت الربح الإجمالي مالتك 2450، صرفت 1000، الربح مالتك 1450. هذا بالنسبة للبرنامج، وإن شاء الله يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.